يعني ده مشوار الاهلي في مواجهات الانديه المغربيه، مشوار طويل طبعا. يعني طبعًا احنا شمال افريقيا اللي الحقيقه واخده معانا شوط كبير سواء مغرب او تونس، بس احنا متفوقين الحمد لله، متفوقين مفيش كلام. والسوبر كمان الاهلي سحب رقم قياسي، انت الفرقه اللي معاها 6 القاب سوبر، وبالتالي بيتهيألي يعني ان حظوظك اكبر في مواجهه نهضه بركان بطل المغرب. يا احمد اسم الاهلي مرعب، مرعب في افريقيا. انا حسيتها وشفتها لما كنت بروح الاهلي افريقيا. في افريقيا كانوا بيبقوا عارفين اللعيبه بالاسم في الاهلي. في تيشيرت النادي الاهلي، يعني انا ماسك قطاع ناشئين في المقاصه 5 سنين 6 سنين. أيوة. لما اجي هلاعب النادي الاهلي، لا ده عيد للاولاد، بكلمك بامانه. شوف انا مثلت النادي الاهلي ومثلت الزمالك بس، وعارف يعني ايه العب ضد النادي الاهلي، وعارف يعني انا بس الاولاد مش عارفه. الاولاد نايمه بتحلم ان هي رايحه النادي الاهلي، راح تلعب النادي الاهلي، النادي الاهلي جاي لها. ايوه ده موضوع كبير، ويا ما اديت محاضرات فيه للاولاد عشان الرهبه دي تروح وما بتروحش. التيشيرت ده تقيل، فبمرعب لبتوع افريقيا. التاريخ بتاعه بيقول كده، التاريخ بيقول كده بالظبط. محمد تاريخ احنا كبير. احنا بنعد مثلا 3-4 لعيبه في الترجي. ايوه الترجي بيعد 7-8 لعيبه في النادي الاهلي. يعني احنا لما كنا نلعب مثلا مع افريكا سبور في نهائي افريقيا مثلا، شوتينج ستارز مش عارف ايه، لا كانوا بيقول لك رقم 10 ورقم 6 ورقم 8 ورقم 5 في الاهلي. انت فاهم؟ انت مثلا تقول ايه، كان افريكا سبور ارن سيرجي ماجي رقم 14 بس وخلصت. بس احمد وطاره كان فيرود بس، انما هم يقول لك جليل، يقول لك ابو زيد، يقول لك ميهوب، يقول لك مش عارف مين 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 مين. ليه؟ ده هو النادي الاهلي بجد. مرعب للفرق. النادي الاهلي لازم يستفاد من ال 30% الرهبه بتاعت نهضه بركان دي. اوعى تفتكر ان نهضه بركان دي مش عامله 1000 حساب للنادي الاهلي. ايوه احنا شوف عاملين حساب لنهضه بركان. مش هو الفريق الواو، مش هو بطل المغرب قوي يعني زي الرجاء زي الوداد، والموسم بتاعه السنه دي مش حاجه قوي. عظيمه مش يعني قوي. حتى لما كسب بيراميدز بجون كده، وقبل كده الزمالك متهيألي كسبه في النهائي، فمش ده الفريق اللي تخاف منه. ولكن قدر النادي الاهلي انه بيعمل حساب للصغير قبل الكبير، وده اللي لازم بيعمله ليه. بخاف انا بس من الماتشات اللي بتتحسم، او البطولات اللي بتتحسم ماتش واحد دي، يعني ماتشات الكؤوس دي. عارف دايما ايه بتبقى فيها مفاجاه. ده احنا عتاوله فيها. مطمن انت يا كابتن محمد؟ لا جدا. لا اصل نوعيه اللعيبه بتاعت الاهلي بتعرف ازاي تخطف. يعني هقول لك على حاجه، الراجل في الماتشين ايوه فكرني فرقه سان داونز، فرقه مين زمان؟ الاسماعيلي. هما بيلعبوا بكره برازيلي كده. يا كابتن على العجوز وفكري والله يرحمه حازم وعماد سليمان، اقسم بالله يا احمد كانوا يدوخونا بالكره زي بتوع سان داونز، تك تك تك، واحنا نصبر نصبر ونروح تك لادعين الدوري ولادعينها وخلصنا الليله.